تكريما لأكثر من 100 قتيل من المتظاهرين في ساحة ميدان وسط العاصمة الأوكرانية السنة الماضية برصاص الشرطة، شارك زعماء من أوروبا الشرقية في مسيرة وسط كييف. وتقول موفدة يورونيوز: مسيرة الكرامة هي تكريم لأولئك الذين قتلوا من المحتجين، والطريق الذي سلكته يحمل بعدا رمزيا، فالناس ساروا في الشوارع التي أطلق فيها الرصاص على الضحايا. ويقول مواطن أوكراني: نسأل الله أن يعم السلام بلادنا، نحن نريد السلام ونريد أن تنتصر أوكرانيا. شاركنا في الثورة لأجل هؤلاء الأطفال، ونحن مستعدون للموت من أجلهم ومن أجل أوكرانيا. وانتهت المسيرة إلى ميدان نيزالسنوستي، حيث أقيمت صلاة ترحما على أرواح الضحايا ومن أجل أن يعم السلام البلاد.